جينا حضرنا اليوم لهذه المسيرة السلمية والمعبرة للطلبة والطالبات ديال كلية الطب، اللي هذه المسيرة اللي كتعبر على المطالب ديالهم العادلة والمشروعة من أجل جودة التكوين ومن أجل فتح حوار شفاف ونزيه واعتماد إصلاح حقيقي لمهنة الطب وللدراسة في كلية الطب. ثم أننا نحن جينا اليوم باش نعبروا على دعمنا ومساندتنا وتضامننا مع هذه الفئة هذه، وكنحملوا مسؤولية تداعيات ديال الإضرابات المستمرة والفشل ديال الموسم الدراسي لا قدر الله في حالة سنة بيضاء. نحمل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة في هذا الفشل. ثم أننا كندعو الوزارة ونطالبها بفتح الحوار أولا، ثانيا باعتماد إصلاح يصون جودة التكوين ويحافظ على قوة ورمزية شهادة الطب، لأن من شأن الإصلاح الحالي المفروض قصرا أن ينقص من قيمة الطب ويجعلها غير معترف بها على المستوى العالمي. النقطة الثانية هي أنه لا يعقل أن يكون التدريس في جميع كليات الطب في العالم، في أوروبا وأمريكا الشمالية وكندا، يتجاوز 8 سنوات، في حين يجب اختزاله هنا في المغرب في 6 سنوات، مما سيكون له الأثر البليغ على صحة المرضى وحقهم في العلاج وفي التكوين الذي سيكون هزيلا ولا يرقى إلى مستوى تكوين كفاءات ديال الأطر اللي ممكن تقدم خدمة جيدة وذات جودة للمرضى. واش المغاربة ما كيستحقوش وما كيستاهلوش أن يكونوا عندنا أطباء أكفاء؟ هذا سؤال موجه إلى وزير الصحة ووزير التعليم العالي.